هناك خبر تورد إلى مسامعنا أن رئيس الجمهورية العراقي السيد برهام صالح اتصل بكم. نعم. وهناك تحديد موعد للقاء ربما. نعم، قبل نص ساعة فخامة الرئيس اتصل مهنئ، ويعني احنا عندنا علاقة سابقة، وهذا اجل الحقيقة اسعدني مكالمته، وهذه المكالمة الدافئة بكل عبارات التقدير والاحترام، وهذا الشيء يمكن يشكل معنويا اشياء مهمة جدا ان ما رئيس الدولة يتصل حتى يهنئ الشخص على جائزة، يشعر انه هناك الحقيقة تعرف النجاح وين ما يكون بالعالم يبقى صدى الأهم هو في البلد، في بلد الإنسان. فأنا لما يجيني أي شيء من العراق، فكيف إذا كان من رأس الهرم بالعراق أن يتصل مهنئا، واهتمامكم واهتمام اليوم الإعلام والصحافة العراقية كان كبير جدا بهذه الجائزة.